سبيلا للمالكين وطمأنينة للعابدين وصلاحا للطائعين، والصلاة والسلام على المبعوث هدى للناس ورحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، هذه خطبة جاءتنا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفيها مضمنها ابتداء من الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الآية ضمن هذه الآية الكريمة وضمن هذه الخطبة أن مصير الخطباء وأن مصيرنا إلى المزبلة، وأننا لا فائدة فينا، نظرا لأن إذا بقيت الخطب تأتي إلينا كأننا عبارة عن دمية، عبارة عن رسوم متحركة لا نصلح لشيء إلا لسرد هذه الخطب التي تأتي من غيرنا، ونحن لا نقبل بهذا. وعدد كبير من الخطباء الذي بلغني عنهم وعندي كلامهم وكتاباتهم أنهم لا يقبلون هذا بتاتا، كما لا تقبلونه أنتم أيها المصلون، نظرا لأننا كأننا عبارة عن لا شيء، لا نصلح لشيء، ولا نصلح للخطابة، ولا نصلح، ولا يمكننا أن نكون خطبة للمسلمين. ونظرا لأن المجتمع المغربي يتنوع فيه أنواع من البشرية وفيه عندما استمعت لهذا الموضوع بأمس نظن أو أول أمس، حتى قال المجتمع المغربي، كنت ما زلت أظن أن الخطيب جزائري، بعدين قلت والله لباس، راهي فيه شجاعة هذا الخطيب، هذا خطيب راح يتشجع شجاعة بصح راه يدفع الثمن. تعرفوا أن الجزائريين والمغاربة لما يتكلموا العربية الفصحى تقريبا لا تكاد تفرق بيناتهم، لا تكاد، كي يتكلموا الدارجة طبعا باين من هو المغربي من هو الجزائري، لكن إذا تكلم الجزائري والمغربي بالذات الفصحى فلا تكاد تفرق بيناتهم. وأنا متأكد أن الناس اللي سمعوا في البداية ما فرقوش، يعتبروا ربما إمام جزائري، وفي الجزائر صرات، لكن ما خرجش إمام يندد بذلك. الآن هذه ما هيش في الجزائر، هذه راهي في المغرب، في المغرب حيث مئات الآلاف من الأشخاص خرجوا، ربما ملايين في خلال هذه 9 أشهر، في مظاهرات واحتجاجات وغضب والحقيقة أن الموقف المغربي الشعبين، اليمني والمغربي، هم أفضل شعبين في المنطقة اللي أقدموا على إظهار غضبهم الشديد من بلد مطبع وبلد مش مطبع، برك هذه بين قوسين، لأن الذباب مرات يقول لك هذوك راهم كانوا يخرجوا لأنهم مطبعين، أو اليمن مش مطبع يعني، بل بالعكس داخل في المعركة خاصة عند الحوثيين يعني. لكن السلطات المغربية بالرغم كل ما شافت راحت، علاش؟ لأن كثير من الخطباء يتكلموا على غزة ويتكلموا على، فراحت دارت لهم الآن فرمانات ودارت لهم مراسيم بأن هاي الخطبة تجيك مكتوبة، فالإمام هذا رفض وقال أن هناك أئمة كثيرين رفضوا، يبدو أنهم قالوه أو رغم الخطبة التي تسببت في فصل الخطيب بمدينة طنجة، يبدو أنهم فصلوه. لكن أنا اللي مش قادر أن نفهمها وأن النظام المغربي مطبع، وهذا التطبيع هو جريمة، جريمة في حق المغرب قبل أن يكون جريمة في حق أي جهة أخرى، هو جريمة في حق المغرب وفي حق الشعب المغربي وفي حق المواقف المغربية. لم يكتفوا بذلك، ذهبوا إلى إعطاء تعليمات للأئمة ما يقولون ولا يقولون، خاصة في موضوع غزة. لم يكتفوا بذلك، البارح ولو البارح أو لو البارح بعثين 20 مغربي ومغربية يشتحوا في إسرائيل، بعثينهم للرقص ولي، وفيه فيديو المساعد اللي راح عنده يبعثوا لي، في حين أن الناس ربما بعض الناس راح ينسى كل الملايين المغاربة اللي ظاهروا من أجل الحق ويركز على هذوك 20 اللي بعثوهم، لكن بعثوهم رسميا، لأن ما كفيش، احنا عارفين هذه البلدان
احنا عارفين هاد البلدان، درك ما راكش في بلدان اوروبا وراهي فيها الضغوطات، فما بالك بلداننا يعني. ما كانش اللي يتحرك بدون بدون موافقه، على الاقل موافقه اذا ما كانتش امر من الاجهزه الامنيه والمخابراتيه. فالمخابرات المغربيه عندما ترسل 20 او على الاقل تسمح لهم بالذهاب للرقص مع اليهود الصهاينه الذين يقتلون، مش اليهود العاديين يعني، الصهاينه يقتلون الفلسطينيين، هذا عيب كبير، هذا عيب كبير وعار كبير. اكثر من ذلك تعلن الاخبار امس من ان الحكومه المغربيه وقعت على عقد بمليار دولار لارسال قمرين صناعيين الى قمرين صناعيين تصنعهم شركات اسرائيليه الى الفضاء، قمرين صناعيين للتجسس الى الفضاء. بمعنى ان الحكومه المغربيه لم تجد اي وقت باش تدفع مليار دولار للصهاينه الذين يذبحون اهل غزه واهل فلسطين ويرتكبون جرائم ضج منها العالم الا في هذا الوقت. من يريد ان يكسر صوره المغرب والمغاربه؟ هل هناك عاقل في النظام المغربي يسمح بهذا، ام انهم ينفذون تعليمات واوامر؟ لان هذه كلها تضر خاصة بالشعب المغربي وبمواقفه. هذا عار وعيب. طبعا يرون الناس انني انا ما اتدخلش في شؤون المغرب او في شؤون الا ما يعنينا، سواء في مصر او في السعوديه او في المغرب، ما يعنينا كمسلمين، واحيانا ما يعنينا كجيران، واحيانا ما يعنينا كمغاربيين. هذا موضوع يعنينا، قضيه التطبيع والصهاينه والتعاون العسكري مع الصهاينه والتعاون ارسال الناس يرقصوا هناك، هذا موضوع يعنينا. يعنينا كمغاربيين ويعنينا كجزائريين ويعنينا كمغاربه، احنا ايضا عندنا شعور لان هذه كلها اوطاننا يعني. عيب وعار هالتصرفات صراحه، في وقت يذبح فيه الناس وفي وقت الصهاينه يذبحون الناس ذبحا رهيبا.